وهذا التحدي وهذا التنافس في هذا الشوط الجميل. يا سلام يا سلام، شوطنا الثامن في الترتيب العام في أشواط صباحي هذا اليوم، ولكن يحمل الأثار، يحمل الأسماء، يحمل الشعارات، يحمل الحول الذي صالت وجالت طيلة فترتها العمرية في هذا الانطلاق من سن الصغار حتى وصلت إلى سن الكبار. يا سلام، وصلنا إلى الالتفاف الأخير، الانعطاف الأخير في هذا الميدان الجميل، الميادين والانطلاق الجميل. يا سلام، 1200 متر ما تبقى من الوصول إلى خط النهاية، إلى الزعفراني والفوز والناموس، ولا زالت شعاع هي من تقود المشاركات ومشع مع إشراقة هذا الصباح، شعاع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويضمر شعاع مشاهدين الأعزاء اللي هو مسري بن سالم بالعرط هي اللي تقود، ولكن بديعة هناك بنفس الشعار ونفس المالك. يا سلام يا سلام يا سلام، في المركز الثاني، ولكن تضميرها عند شقيق مسري كذلك عتيد بن سالم بالعرط. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا جميل، وانطلاق وبدت الأوامر وبدأ ير الشوط أبو حمد كالعادة. أشكرك أشكرك، أسعد الله صباحك. بينما المركز الثاني، المركز الثاني عالية عالية تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيب بن علي السبوسي، هو الذي يتابع هذه الانطلاقات والإنجازات في صباح هذا اليوم، ولكن هناك شعاع، شعاع من قادة المشاركات. يا سلام، شعاع هذه لحظات الوصول، لحظات الأربعمائة متر الأخيرة التي تقدم فيها شعاع هذا الأداء لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرط، هو من قدم شعاع في هذا الشوط. هناك عالية عالية من تنطلق على المركز الثاني وتنافسي شعاع على الأول وعلى الفوز والناموس، عالية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والشيب بن علي السبوسي، ولكن هناك خلاص تهانينا تهانينا للمرة الثانية على التوالي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. واشكرك يا مسري وسلام هالي المرموم، واسعد الله صباحكم الثاني، عالية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والمركز الثالث بديعة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، المركز الرابع وصايف منهج الرئاسة، المركز الخامس الخامسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز السادس والسابع والثامن بقية المراكز عند اللجنة. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني وهذا الانطلاق الجميل وشعاع التي حققت الإنجاز الجميل وحققت الرقص الجميل. تهانينا، قطعت المسافة في 9 دقائق و57 ثانية، 27 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا المسري بن سالم بالعرطي على هذا الإنجاز الجميل. المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني عالية، قطعت المسافة في 9 دقائق و28 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الشيبة بن علي السبوسي اللي وصلت في المركز الثالث اللي هي بديعة، قطعت المسافة في 9 دقائق 29 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم و